أمي كانت تغسل كلها بسبب الحصار، بسبب الحرب. أول امبارح توفت، تولاها الله والحمد لله. على كل حال مريض الكلى ايش ذنبه؟ مريض الكلى ايش ذنبه؟ هل هو ارهابي؟ هل هو مقاوم؟ هل هو يحمل برودة؟ هو يحمل مرض أكثر من هيك ما بحمل. تفضل أي قسم من كلى. هل هذه الماكينة كانت تشكل خطر؟ هذه الماكينة كانت تشكل خطر على العدوان الصهيوني؟ ما كانت تشكل خطر. هذه الماكينة هي اللي بتحيي المريض، هي اللي بتخفف آلام المريض، ولكن للأسف كل المرضى توفوا. قد ما بدنا نحكي وقد ما بدنا نشكي، شكوى لغير الله مزلة.